أبل دو ستار ولا أبل دو ستار الصباح. الضيف ديالنا هو جبران ديال الوداد. يحيى جبران. هزينا الصوت ديال يحيى جبران واتصلنا بواحد الراجل. سمعوا اشنو وقع. الو صراحة والله ما تسنيش هذا المقلب. لا ما عرفتش خويا اسمح لي راه ما عنديش. خويا انا اصلا ما درتش واحد الشيء. نقدر اسول شي فاهم هذا والله شي كتسمى بسالة. ما تقولش لي انا بسالة. صافي اسمح لي كنا نتعاملوا معك ككليان جاي عندي فهمتي وخلوا ديك لا ديستونس بيناتنا وكذا. ما عندنا محل والو. واسمع خليك زويون. واش دابا شويه نورمال؟ لا ساعتي ما خونا دايرنا ميكرو صافي. واش في كامل قواك العقليه؟ حاج شنو الحاجه؟ حاج عزاز. ما تقولش لي انا بسالة واتساب لك مشوه. تخصص براسك صراحه والله ما تسنيش هذا المقلب اليوم زعما سير نطريمون كيجي مني تبع حصه تدريبيه تاع الوداد لا الاناث لا الرجال ديما وداد تسميت جبران رائع وانا ما كنتش جبران في الوداد نادي الوداد ترى في لعبه تاع الوداد من هي جبران تدوا على وداد المسان ولا شي وداد اخرى كاع الفروع صورواك نتبعها ماشي موافق اللهم امين دابا والله ندوز نجي حتى العمل ديما وداد اسمعي هذا السيد اللي ما عرفش بان جبران في الوداد تقول كان راه وداد ومتبع الوداد اللي في وداد تلمسان كاينه بعدا ما عرفش بان جبران هو عميد الفريق ما فهمتش